ولما يكون المائدة رمضانية وكمان الصحبة فنية بيبقى شيء جميل خالص. طب ايه رأيكم بقى بعد الطرب من محمد سمير نشوف مسؤول إدارة المسارح والحفلات أستاذ مصطفى العراقي؟ أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يخليك يا رب. أنا شايفة ما شاء الله عليك يعني المقاولي، يعني إن هو طبعا أستاذ دايما معانا وحضرتك منورانا، أخويا الكبير الوحش هشام البلاوي طبعا، إخواتي وحبايبي فنانين مصر منورين وعلى راسي يعني، كل سنه وحضرتك طيبه. مصطفى وانت بسعاده، حسيت بيه النهارده كده في وسط الصحبه الجميله دي كلهم اخواتنا وتجميع مجدي المقاوي ليك. كلهم اخواتنا الكبار واحنا بنتشرف بيهم طبعا، فنان ابن الفنان رويس قبل مننا في الشغلانه، احنا بنتعلم منهم وبنتشرف منهم وحبايبنا يعني واخواتنا الكبار، ونفرح لما بنيجي نشوفهم. هم بيقابلونا على طول بعيد عن القعده دي، احنا بنقابلهم في الشغل وبره الشغل يعني. بس القعده بتختلف طبعا، رمضان كل سنه وحضرتك طيبه بقى، ربنا يكفينا ويكفي شر المرض ويجعلها سعيده يا رب علينا ويرفع عننا البلاء والوباء ده ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ مصطفى. طيب انا عارف ان حضرتك اشتغلت مع عمالقه الطرب، يا ريت نعرف حتى نبذه كده مختصره عن شغلك وعن مين اشتغلت معاه ومين اكتر حد حبيت الشغل معاه. هو كلهم اخواتنا وكل الفنانين اخواتنا واحنا اشتغلنا معاهم كلهم، وطبعا ده بيرجع للزبون، الزبون بيبقى عاوز فلان وفلان وفلان وفلان، انا ممكن اعرضه مين بيلاقي منهم خمسه سته. حبيب قلبي يا ريس وربنا منور الدنيا، حبيبي والله رسمة المقاول ده اللي مجمع الحبايب، حبيبي يا مقاول، حبيبي عراقي، وليله رمضانيه ان شاء الله. ليله رمضانيه فنيه طبعا، مين منهم بقى تعاملت معاه؟ زي يعني نذكر كده كلهم، من اول الاستاذ عبد الباسط حموده لحد اخر حاجه رضا البحراوي. الله عليك، يعني من اكبرهم لاصغرهم، من اول يعني هو اللي بيختار طبعا. احنا بالنسبه لنا احنا كمتعاهدين او ادارات مسرحيه بتكون مثلا بيتفق معانا، انا عايز فلان وفلان وفلان، انا ما اقدرش اعرض فلان عليه، هو عايز مين؟ فلان شغال بنشوف غيره، فلان شغال بنشوف غيره، لحد طبعا الرزق بتبقى على باب صاحبه ونعم بالله. طب ايه رايك بقى مع طبعا موضوع الحظر وكده، الموضوع قل في الجانب الفني؟ والله دي ارزاق بتاعت ربنا، والحظر طبعا دوت حاجه كويسه، ما هو لو الدنيا فتحت الناس طبعا هتلاقي اكتر وهيبقى اللي عندهم. شايف الفنانين يعني احنا بالنسبه للفنانين، الفنانين على اي وضع بيعيشوا، الفنانين كده كده بالنسبه لهم عاوز الدنيا تبقى حلوه يعني، على اي وضع بيعيش. اه يعني نعم بتقل معاهم بس على اي وضع بيعيش. ده لما تكون دي مهنته الاساسيه، ما فيش مهنه ثانيه ودي مجرد بس يعني عامل مساعد. هم معظم الفنانين كلهم 99% منهم في شغلات مسرحيه، لان مكتوب في الطاقه موسيقي ومكتوب في الطاقه مطرب، مكتوب في الطاقه ممثل، مكتوب في الطاقه كده، فدي شغلته وهو ما بيشتغلش حاجه غير دي. فبالنسبه لموضوع الحظر ده كويس، لان الحظر بيبقى فتره مؤقته. انت ودي الرساله دي للناس، لان في ناس متضايقه جدا. لا لا احنا بنقول للناس يعني، لا يعني في ناس قالوا لي امبارح ما كناش نتمنى، اصحاب المحلات لا والله ما كناش نتمنى ان نقفل في اخر اسبوع من رمضان، لان هو ده رزقنا وهو ده يعني اكل عيشنا. والله اقول لحضرتك على حاجه، هو كل حاجه دي بتاعت ربنا. انا لما اعمل حظر مثلا حاجه بسيطه وارجع افتح تاني بدل ما اعمل حظر مستمر، يبقى انا طبعا ما يعني ما احنا قعدنا سنه ما بنشتغلش، احنا قعدنا سنه ما بنشتغلش، بس يا ريت الحظر يبقى ايه، يبقى قليل ما يبقاش كتير، لان في ناس هتتمرن. طب ما فيش اي بقى فرصه كده للعيد عن شغلك؟ لا العيد الحمد لله في شغل، بس شغل الاوبن اير ان شاء الله، يعني هيبقى يعني ايه يعني اللي هو الاحتياطات الاحترازيه، هيبقى مثلا من النهار اول نهار يعني، لو مثلا من 3 العصر لحد 9 خلاص يعني، ده كويس قوي، ده حلو قوي الحمد لله. والله على حسب، لا بس في شغل كتير اتلغى، في شغل كتير اتلغى وناس كتير خدت فرصها وفنانين كتير رجعت عربيين، وطبعا ده خساره طبعا، مش لاصحاب الافراح، خساره للناس اللي هتشتغل كده كده، الناس اصحاب الافراح كده كده مش يعني عادي بالنسبه لهم، هيعمل فرح كده وخلاص، لكن الناس اللي هي هتاخد الفلوس دي ريحت خلاص. عامه بنتمنى لك كل التوفيق يا شباب مصطفى العراقي، ذوقك قوي واحنا سعداء طبعا. بنشكرك وبنشكر الاستاذ ايمن العربي واخواتنا الكبار، الحاج هشام البناوي ده اخونا الكبير، ورئيس مجدي المقاول اخونا الكبير برضه، واخواتنا كلهم منورين، الفنان كمان فنان، استاذ وليد الحكيم اخويا وحبيبي طبعا، استاذ محمود سعد اخواتي وحبايبي طبعا، انا متشرف بيهم. طبعا.